يا الله. السلام عليكم فؤاد. اليوم بضيافتنا ابونا سيد مرتضى من رواتنا وابطالنا تنبيه بغداد الكاخ، احد الابطال المميزين اللي تكون اعمال مميز ونتائج مميزه لابونا الوطن سيد مرتضى. واليوم زارنا، وهي هاي مو زياره الاولى، دائما سيد مرتضى يختلي حمام مميز من عندنا، الحمد لله وشكر الله ويا ابو جهنا بالحمام اللي طلع. الله يسلمك الله يسلمك سيدي. هذا الطير رقمه 108. هذا ابن زوج الاحلام. زوج الاحلام اللي هن ما شاء الله عليهم، هن ايس الاب والام، بنات ايس، بنات بنات ايس، بنات 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 ايس. طيور مميزة، وين ما تروح وين ما تتبزر على اي دماء تدخل تصلح وتنتج ابطال. زوج الاحلام. واذا اريد اذكر يعني نتائجهم قرادرهم شرح طويل وايد، قرادرهم 10 دقائق بس على النتائج. زوج الاحلام. وهذا الطير احد ابنائهم، طير مواصفاته جدا مميزة. نعومة، ريش، مواصفات، عضلة، جسم، ريشة، كلها تدور، كل جسمانه مميز. هذا شبيه السبع وحدات، كوبي سبع وحدات ابن زوج الاحلام اللي طلع تاسع سوبر ايس على كل الاندية في بغداد الوصافة. استاهل سيد مرتضى كل الخير. طير مميز، طبعا اختيار يعني هذا السيد. ربي يوفقك ان شاء الله. سيد مرتضى يمتلك حمام مميز ونتائج جدا مميزه. اليوم زارنا واختنا، الله يسلمك، اختنا احد الحمامات المميزات صراحه. هو يدور مميزات بس الاختيار يبقى اختياري، يعني اختار السيد مرتضى، وانا اعرف شو اختار السيد مرتضى. هذا 131، الله شاهد، هذا كنت ناوي ادخله للتمثيل، هذا هو اختي. 131 صار يم سيد مرتضى، واخته 132 ما راح تخرج من وقت التبزير الا اذا بطل الحمام. هذا ابوه 117، ثالث سوبر ايس، والاول كان الي والثاني الي والثالث الي والتاسع الي. ابوه طير ثالث سوبر ايس وماخذ 3 مرات اول. الطير الوحيد اللي سابقنا، غير صار انه سابق نادي نجوم بغداد، وهاي المجموعه الطير الوحيد اللي لحد هذا اليوم ما مسوي انجازاته، ما عندنا طير ماخذ 3 مرات اول، فقط ابو هذا الطير 117. وأمه بنت الكتب، أمه أحد الطواير المميزة البنات الكتب، عينها عورة، طبعا طيرة مميزة وهم ما راح تخرج من لوقت التبزير إلا إذا بطل الهواء. أم هذا الطير، طير مميز جدا مميز، ويستاهل أخونا الوطن سيد مرتضى 131. والله سيد هذا يريد التبزير بس تستاهل، والله تستاهل. هاي الحبابة شفيتها 057. أربع وحدات 057، هاي أخت 147. 147 اللي هي ثانية سوبر آيس بعد 156 نادي نجوم بغداد. و 147 نتائجها كلش قوية، منها الأول على 14000، وفايزة بخمس سباقات، سباقاتها جدا مميزة. 147 هاي أخذتها، هاي أنا أسميها جبديتي، وهاي أنا قلت للسيد يمن أخذتها، قلت للسيد طير من هاي الطيرة، وإذا طار من عندها طيرة وما طلع بطل أنا معذب هاي الطيرة. طيرة جدا مميزة، وأنا أعرف هذا الحمام يمن يطلع من عندهم طيرة هيك مواصفات يغلب وينتج أبطال. ابوها 527، ابوها سابع سوبر ايس عندي ورقم هنا من الاول للتاسع، وامها ديريك فاندي بولوك، امها 2014 الطياره اللي كانت عند توماس وقاعد يطب احفاد احفادها سعدنا العراق. يستاهل سيد مرتضى وشايفين كل الخير من سيدنا. ثلاث حمامات من افضل خطوط السباق والتفسير اقتناء اخونا سيد مرتضى، ونتمنى لك كل التوفيق فيه. وهاي مال واحد
عزيز علي. رحم الله لك ابو عباس. والله العظيم هاي الواحد عزيز عليه. رحم الله لك. يعني يجوز انا يا طير اقول ما هذا كنت مقرر التفسير يجوز اخواننا يقولون شنو يعني يا طير تقول هذا مقرر التفسير بس اكو حمام احنا في مواصفات داخله للتفسير ان الاستوكات زين واكو اعزاء علينا ونحترمهم ونحبهم ونقدرهم يجونا على حمام وما عندنا من خواطر شو نسوي؟ خليه ونطيحه. الله يحفظك ابو عباس. هاي ب 327. طبعا الطياره كل مواصفات الطير البطل بيها نعومه جنح جسم ظهر والدماء اللي هي تصير اخت ال 156 السوبر هيرو اللي ما اجى طير كل الوطن العربي حقق انجازات طياره مميزه اولى سوبر ايس وحققت نسبه 0.18 ما محققها اي طير سباقات دمج العراق كله ملحق احد نتائجه 156 هاي 156 هاي اختها من امها صارت من نصيب اخونا علي العتابي احد اخواننا وهواتنا بغداد الكرخ الله يحفظك ابو عباس رحم الله والديك مشكور رحم الله والديك ذكرني الله يحفظك الله يحفظك تمنيتكم يمي وتتلمسون النعومه مالتي حرير والله حرير تستاهل ابو الله يحفظك ابو عباس اشكرك رحم الله والديك. Thank you.